وللحديث عن استمرار أزمة الوقود في العراق ومسؤولية الحكومة عنها، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، كيف يمكن تبرير هذه الأزمة بالوجود في بلد نفطي مثل العراق، ولا نتحدث عن ارتفاع أسعار هنا وحسب، نتحدث عن فقدان الوقود بحد ذاته؟ حقيقة الحكومة العراقية وجميع مؤسساتها حاليا ومنذ فترة ما بعد الانتخابات ولغاية اليوم هي تعيش حالة من حالات الفوضى، بعيدا عن كل شكل من أشكال التخطيط. وزارة النفط من المفترض من الوزارات التي يعتمد عليها العراق في عيشه، لأن العراق أصبح بلدا ريعيا يعتمد على الإيرادات النفطية. سابقا كنا نقول 95%، ولكن حاليا 100%. لا توجد أي شكل من أشكال عمليات الإنتاج التي تأتي بالإيرادات، سواء في الزراعة أو في الخدمات أو في الصناعة، غير النفط. لذلك نلاحظ سوء التخطيط ووجود عناصر فساد مرتبطة بمافيا في مسألة توزيع المشتقات النفطية. هذه هي النتيجة التي يعيشها الشعب العراقي من أزمات في عملية التوزيع والحصول على حقوقه في التقاعد لتسير أعماله اليومية. لاحظ بين فترة وأخرى، كانت سابقا قبل أكثر من شهرين أو ثلاثة كانت هناك أزمات في بعض المحافظات كالموصل، صلاح الدين، الناصرية، العمارة، بعيدة عن بغداد تقريبا. وهذا يدلل على ليس فقط سوء التوزيع، وإنما هناك مافيا تتقصد أن تخلق حالة من حالات الأزمات بعد أن تقوم بعمليات تهريب حصة هذه المحافظات إلى خارج العراق. طيب، هناك من يقول دكتور صباح أن ما يكرره العراق من النفط لا يكفي حاجته. في بلد مثل العراق يتربع على كم هائل من النفط عالميا، لماذا لا يزال لا يستطيع تكرير حاجة العراق اليومية مثلا، ولم تستثمر الحكومات في هذا الجانب؟ حقيقة الحكومات من 2006 ولغاية الآن هي في حالة وعود وكذب على الشعر العراقي في هذه النواحي، وتتمثل وزارة النفط بالدرجة الأساسية. 2013 أقرت مخطط لعملية الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية في 2017، ولكن أين هي المخططات ونحن الآن في 2022؟ والعراق يصدر ما قيمته تقريبا 4.2 مليون برميل يوميا، وينتج تقريبا بحدود حوالي 5 الى 10 مليون لتر من المشتقات النفطية التي لا تسد الحاجة في بالتأكيد. ويقوم بعملية استيراد منذ 2003 ولغاية اليوم العراق يستورد المشتقات النفطية بما فيها البنزين والغازولين وغير ذلك والزيوت. لماذا؟ وهو يمتلك من المشاريع الكبيرة والعملاقة التي قد تكون توقفت أو تحتاج إلى عملية تطوير، رغم الإيرادات الكبيرة الداخلة إلى وزارة النفط. لماذا؟ والتخصيصات العالية جدا أن في الاستثمار خصوصا ما قبل 2019، أين هي؟ أين ذهبت هذه الأموال ولم تستثمر في المشاريع لتطوير الصناعة النفطية؟ طيب، والعراق يعاني بشكل خطير جدا في عمليات النقص، ليس فقط في المشتقات وإنما الغاز الذي يعتمد به على الخارج، ويعمل على حرق الغاز المصاحب الذي هو يساوي تكلفة الاستيراد من خارج العراق بمقدار 18 مليار متر مكعب سنويا. طيب، إذا نحن في ليس في أزمة أو سوء في عمليات التخطيط، وإنما هو عملية تدمير للصناعة العراقية
وخاصة النفطية منها. طيب لماذا تنأى وزارة النفط بنفسها عن أزمة الوقود الحاصلة رغم الحاجة الملحة للوقود؟ وزارة النفط لا تستطيع أن تنأى بنفسها، وإنما أقرت كثيرا من المشاريع الاستثمارية، ولكن حتى الشركات النفطية العالمية جزءا منها لا يمتلك الاستعداد في التعامل مع وزارة النفط، ولا يمتلك بسبب فسادها. يعني كثير من الشركات التي خرجت ومن ضمنها أوكسين موبايل، هذه الشركة خرجت حتى من كردستان. إذن هناك خلل كبير جدا في مسألة الفساد الذي يعشعش في وزارة النفط بسيطرة كثيرا من القوى السياسية على وزارة النفط، ولذلك سوء الإدارة واضح وانعكس ذلك سلبا على عملية توفير متطلبات ومستلزمات الفرد العراقي. كيف ساهمت الأحزاب والميليشيات بزيادة أزمة الوقود الحاصلة في العراق، ولماذا لا يوجد آلية حقيقية لتوزيع المنتجات النفطية على المواطن؟ أول جانب أساسي الفساد السياسي. نعم. عدم وجود حكومة خلال فترة 7 أشهر من الانتخابات ولغاية الآن، هذا دليل فساد. الفساد السياسي ينعكس على كل أشكال مؤسسات الدولة بما فيها الوزارات ومن ضمنها وزارة النفط. 2014 حقيقة وظفت أكثر من 80 مليار دولار، كانت الموازنة قدرت بحدود حوالي 145 مليار دولار ولم يتم اعتمادها، ولا هناك مساءلة أين ذهبت هذه الأموال، وكان من ضمنها 20 مشروعا لإنشاء محطات تصفية للمشتقات النفطية بدرجات وتقنية عالية، ولكن لم يحصل. أين ذهبت هذه الأموال؟ ذهبت حقيقة في جيوب الفاسدين المرتبطين بالأحزاب الحاكمة في العراق. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح الله، وكنت معنا عبر سكايب في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.